السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله هنبدأ النهاردة في بارازايت افكتنج السي ام اس. طبعا لو قعدنا نعمل حصر بارازايت افكتنج السي ام اس كتيرة جدا، بس احنا اخترنا 3 هلمنتولوجي و2 بروتوزوان. الثلاثة هلمنتولوجي اللي هم سيست سيركوزيس سيميروزيس اند اونكو سيركيوز، خلاص، والتو بروتوزوا اللي هي الفري ليفنج اند تريبانسوما بروسي. سيستي سيركوزيس، what is the meaning of cystic sarcosis؟ هي human infection with ايه؟ with cystic sarcosis. يعني الهيومن بيبقى عنده في الكيش بتاعه في جسمه موجود حاجة اسمها cystic sarcosis اللي هي larval stage of senectomium. طيب يعني هو الهيومن هنا act as intermediate host for senectomium، ولكن وليس definitive host. يعني ايه الديفينيتيف هوست؟ يعني عنده تينيا سوليوم في الانتستين بتاعته، انما لو هو عنده سيست سيركوزيس يعني عنده سيست سيركوسيلوزي في التشو بتاعته. طيب الجيوغرافيكال ديستريبيوشن طبعا كوزموبوليتان، او اكتر حاجه وير ذا بيجز ار ايتن، البورك، الناس اللي هم بياكلوا البورك، او هنا بقى البيجز، البيجز بالذات ما يهمنيش انا البورك، خلاص. بس هي طبعا بالنسبه للسيركوزيس كوزموبوليتان، خلاص. المورفولوجي هنا الادلت، الادلت بتاعت التينيا سوليوم نفسها 2-4 متر، طبعا عباره عن ايه؟ عباره عن سكوليكس وبعدين سنيك وبعدين اماتور سيجمنت وماتور سيجمنت وجرافيك سيجمنت، طولها حوالي من 2-4 سم. السكوليكس بيبقى جلوبولر ان شيب وفور كاب شيب سكرز وعليه روستيلا، والروستيلا عليه دبل كراون اوف فوكس. بعد كده الماتور سيجمنت والاماتور الماتور الاول وبعدين الماتور وبعدين الجرافيك سيجمنت بشكلها طبعا، خلاص. انا اللي يهمني طبعا المورفولوجي بتاع السيست سيركاسيلوزي نفسه شكله ايه، والايج ليه؟ لان الايج هي الانفكتيف ستيج زي ما احنا ما هنشوف، والسيست سيركاسيلوزي هي الدايجنوستيك ستيج اللي بقى لقيها في التشو. يهمني بقى ان انا اعرف المورفولوجي بتاع الايج ستيج، المورفولوجي بتاع الايج ستيج لانها الانفكتيف ستيج هنا، يعني المود اوف انفكشن هنا. عشان الانسان يحصل له سيست سيركوزيس لازم ياخد في الاكل بتاعه حاجه اسمها الايج اوف تينيا سوليا. شكلها ايه؟ زي شكل اي ايج زي ما احنا عارفين، السايز الشيب الكالر كونتنت، السايز من 30 ل 40 مايكرون، سبيريكال ان شيب وذ دبل سيليتد افيليتد اوتر ممبرين، والكونتنت فيها ايه؟ فيها هيكساكانت امبريو او اونكوسير، والكالر بيبقى يلوش برام، وهي دي الانفكتيف ستيج في حاله السيست سيركوز. وده طبعا شكل اللارفر ستيج اللي هتبقى موجوده في الهيومن في حاله السيست سيركوزيس اللي هي اسمها سيست سيركوزيس. عباره عن ايه؟ دي عباره عن ساك ولايند جيرمينال ايثيليا وجواه الانفاجينيتد سكوليكس اللي هيطلع بعد كده زي ما احنا شايفين في الصوره ويتحول الى ادلت ستيج، خلاص. يبقى السيست سيركوزيس شكلها بقى لو انا شفته كده، لو انا طلعته وشفته بعينيا هلاقي شكله ايه؟ صويا بين لايك، عامل زي حبات الايه؟ حبات الفاصوليا، وجواه ايه؟ جواه بيبقى ترانسليشن، وجواه الانفاجينيتد ايه؟ الانفاجينيتد سكوليكس اللي هي الجزء الابيض اللي احنا شايفينه ده، خلاص. نيجي بقى لللايف سايكل، بتحصل ازاي والهيومن ازاي انفكتد عشان توصل له السيستي سيركاسيلوز. عندنا اتفقنا ان الادلت اللي اسمها ايه؟ تينيا سوليا، دي موجوده فين؟ في الابر بارت بتاع الاي جيجينم، خلاص، تبقى موجوده في الهيومن، خلاص. وبيبدا ينزل بقى ايه؟ تنزل الايه؟ ينزل في الاسكت، اوكي؟ طيب يبقى الانفكتد ستيج هي الايه؟ لما تنزل الايج دي في الاسطول يبدا يحصل ايه؟ يحصل انفكشن للهيومن بالايج، تبدا الايج دي تتكون من الانسان يحصل له انفكشن بيها، تبدا تدخل جوه الانسان وتتحول للسيستي سيركوزيلوزي وتقف على كده، ما تتحولش الادلت تينيا سوليا. خلوا بالك لو انا عندي تينيا سوليا ادلت في جسمي انا، يبقى معنى كده ان انا تعديت السيستي سيركوزيلوزي اللي تبقى موجوده في البوركينيس، انما لو انا عندي السيست سيركوزيس يبقى انا تعديت بالايجز بتاعه التينيا سوليا، خلاص. يعني في فرق ان انا اتعدي اخد السيست سيركوزيس نفسها، وفي فرق ان انا يحصل كونتامينيشن للفود بتاعي بالايجز بتاعه التينيا سوليا.
لو انا حصل انفكشن في الايدج بتاع السينيور سوليوم هتديني ايه؟ هتديني سيستي سيركوزس، هيبقى عندي سيستي سيركوزس. انما لو انا خدت الاندر كوكد بورك ميت هيبدا يديني ايه؟ اللي هو اللي جواه السيستي سيركوزس تبدا تديني الادلت سينيور سوليوم، تبقى عندي، يبقى انا عندي سينيوريزس سوليوم. انما لو خدت الايدج بتاع السينيور سوليوم يبقى انا عندي سيستي سيركوزس. خلي بالنا قوي من المعلومات دي. ده طبعا اللايف سايكل بتاعت السينيا فوليوم عامة. السينيا فوليوم لو الأضل موجودة عندي في أي هيومن وتبدأ تنزل الإيج في الإيه؟ في الأسطول، يبدأ بقى يجي الإيه؟ البيج تاخد الإيج اللي هي موجودة في الأسطول دي، تبدأ تتحول لحاجة اسمها سيستر كاستولوزا في البيج. خلاص الإنسان هنا أثبت جينيتيك خاص، يبقى عنده الأضل بسينيا فوليوم. فيجي الانسان ياكل الاندر كوكد بورك خلاص ميت اللي هو جواه السيستر كاستيلوز، فهو مكان البورك ده يبدا تتحول لايه؟ لأضلت. طيب في حاله السيستر كوزز بقى الانسان هنا الهيومن اكت از انترميديت هوست لانه بيحمل اللارفا ستيج بتاعت السينيا فوليوم، والانفكشن هنا يبقى عن طريق ايه؟ عن طريق ان هو يحصل كونتامينيشن للفود بتاعه بالايج، وليس ان هو ياكل السيستي سيركوزس اللي موجوده في البورك. نخلي بالنا قوي من المعلومه دي، لان في السيستي كوزس الهيومن اكت از انترميديت هوست وليس از ديفينيتيف هوست. يعني انا لما اجي اشخص لازم الاقي في السيستي سيركوزس موجوده عندي في التشو. خلاص عمري ما ادور على ايجز موجوده في الاسطول في الحاله دي. الصورة دي بتبين يا جماعة ان دي سي تي او ام ار اي للبرين شوينج مالتيبل ترانسلوسنت فيزيكلز، اللي هي اللي باينة الجزء الاسود ده تلاقيها حوالي مالتيبل طبعا وحوالي من 1 لـ 2 سنتي بالكثير قوي. خلاص ده نيورو سيستي سيركوزس، ده سيستي سيركوزس موجود في البرين. اللي على ايدنا اليمين ده عبارة عن سيستي سيركوزي موجودة في الهار، في حالة طبعا رير قوي، هو كمان ان هو بيأفكت اكتر الايه؟ البرين. زي ما احنا ما قلنا يا جماعه ادمتد انفكشن هنا ان انا هعمل انفكشن اوف ايج اوف سينيا فوليا. خلاص الهيومن كونتامينيتد بالفود بتاعه، يا اما كونتامينيتد بالمسؤول بتاعه الانفكتد اورجن الانفكتد ذاته، يا اما ان هو نفسه هيعدي نفسه بنفسه ياخد الايج هاند تو ماوس، يا اما في حاجه اسمها الريتروجريد انفكشن ان الجرافيك سيجمنت دي اصلا بتفرقع جوه الايه؟ جوه الهيومن ده. خلاص وتبدا تطلع الايج، والاجز طول ما طلعت جوه الهيومن تبدا تتحول لسيستر كاستيلو. ده المود اوف انفكشن. طب اوكي نيجي بقى للباثولوجي. الباثولوجي انا عندي سيستي سيركوزس موجوده اول اوفر ذا بودي. خلاص بتبقى موجوده اكتر السيستر كاستيلوزي كومن او ان هي تروح للبرين، كومن او ان هي تروح للمصل. خلاص الباثولوجي طبعا بيعتمد على ايه؟ ان في عندي سيست او لارفر سيركيليشن. خلاص خصوصا في البرين الديس بتاعه هيبدا يعمل ايه؟ يعمل انفلاماتوري رياكشن بتاعته حوالين اللارفا، وتنتهي ان هي تكون، يا تبقى موجوده حاجه سيست كده، وممكن السيست مع مرور الوقت يحصل له كالسيفيكيشن. ده الباثولوجي بتاعه. اوكي هنيجي بقى للكلينيكال بيكتشر. لايت انفكشن سيمتومات مش هيعمل اي حاجه، بس طبعا زي ما احنا ما قلنا السيركوزس بتعتمد على السايز بتاعها، هي كلها بتبقى تقريبا السايز بتاعها من 1 لـ 2 سنتيمتر، وهو ده الرينج بتاعه، لكن على حسب السايز بتاعها موجود فين. ممكن تأثر البرين تعمل لي نيورو سيستي سيركوزس، كومن قوي ان يجي العيان خصوصا الشغل يجيب ايديليبسي يعني الصرع. خلاص او ساينس اوف انترا كرينيال هايبرتنشن انكريز ومنتال شويه منتال ديستربنس. طيب ممكن تأفكت الايد، تأفكت الاي، تعمل اوفثالمي سيستي سيركوزس، تعمل بري اوربيتال بين. خلاص لاشز اور لايت ليرنج اوف فيجن، وممكن يحصل ديتيريوريشن في الفيجوال اكيوتي ويقل النظر خالص بتاعت الانفكتد بيرسون ده. خلاص طيب اللاربا هنا موجوده فين؟ في الساب ريتينال سيل. خلاص وممكن تعمل ريسك اوف هيموريج لو هي موجوده تحت الريتنا ورا الريتنا كده، ممكن تعمل ايه؟ تعمل ريتنال ديتاتشمنت يعني انفصال في الشبكيه خالص. خلاص ممكن تبقى افكت المصل، ممكن طبعا هي السايز بتاعها بيبقى صغير، فممكن هي يحصل لها كالسيفيكيشن وما تعملش اي ديستربنس، ما تعملش اي ايه؟ اي
اي مشاكل بالنسبه للمرض، ولكن ممكن يحصل هايبرتروفي، يعني تلاقي سودو هايبرتروفي، تلاقي المسلز نفسها حصل فيها هايبرتروفي نتيجه الانفلاميشن او الستريس اللي موجود فيها. خلاص ممكن يعمل ايه، شويه مايوسايتس وهايبريد فيفر وايزينوفيلس. طب ممكن تيجي في السبكوتينيوس، ممكن تيجي سبكوتينيوس نزول، ممكن الاقيها تبقى من 5 ل 10 مللي، لان هي اصلا ما بتزيدش عن 1 سم 2 سم بالكثير قوي. طيب في حاجه اسمها برضو راسيموس سيستي سيركوزس. الراسيموس سيستي سيركوزس ده بقى ده لما يبدا يحصل بروفريشن للسيستي سيركل، يعني تبدا تتكاثر 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 وتبدا كونكتنج مع بعضها، تلاقي كذا لارفر ستيج وكونكتنج مع بعضها عامله زي العنقود كده بتاع الايه بتاع العنب، وتلاقيه ساوند في البرين بس ما بلاقيش سكوليسيس جوه الجروس. يعني مشكله هنا الراسيموس ان هو عمال زي جريد لايت اكستنشن او بروفريشن للسيستي سيركوزس، ومن كتر البروفريشن وكونكتنج مع بعض مفيش سكوليسيس جواه، فده ممكن اشك ان هو يبقى ميتاستاتيك تيومر، صعب جدا في الدايجنوز. ده اسمه الراسيموس سيستي سيركوزس. هاو تو دايجنوز، طبعا اول حاجه بالكلينيكال بيكتشر. لو انا جيت واحد عيان عندي هتلاقي فيه ابيليبسي وسيجرز، يعني كونفاريوم، خلاص 16 ايدجرز او الادلت في اندميك ايريس، حته عارفه ان في بورك هنا، بورك في بيرس، خلاص، واندميك اريا عارفه ان الحته المنطقه دي فيها ايه، فيها كيميا سوليوم. تاني حاجه المفروض ان انا بدور على السيستي سيركس فيلود، اخد بايوبسي، خلاص، لو هي مثلا سبكوتينيوس. طيب لو هي برين، شك ان هو برين وجالي بالبرين مانيفستيشن، اعمل ايه، اشوف ان اكزامينيشن للسي اس اف، طبعا الاقي في انكريس في البروتين وفي ايدينوفيل، او ان انا اعمل بقى راديولوجي السي تي والام ار اي، ولو هي في الاي اعمل سويت لاند اكزامينيشن، خلاص، والسيرولوجي طبعا الاليزا والاي اتش ان. التريس من طبعا يا دكاتره، اول حاجه البراجيك 1 تيل، انا طبعا مش مطالبين بالدوس خالص، نعرف ان هو براجيك 1 تيل، وممكن ادي البنداتول، ممكن ادي كمان ستيرويد عشان يقلل بس ايه الانفلاميشن اللي موجود وكنترول السيمبتوم، خلاص، او في حاجات بقى تانية لو هي بقى مالتيبل كتير وكده نعمل سيرجيكال تريتمنت. خلاص البريفنشن طبعا ان انا لازم اعالج اي حاله كيميا سوليوم، اعالجها كويس عشان ما تنزلش الايزو ويحصل المأساة دي. تاني حاجه نعمل بيرسونال هايجين وانفيرمنتال سانيتيشن. تاني برازيت ان شاء الله هناخده حاجه اسمها كيميا مالتي سيل، زي بالظبط ان احنا خدناها ان في عندنا كيميا سوليوم، بس الانفكشن في حاله السيستيركوزس كان عن طريق الايج ولا اكتشف حاجه اسمها ايه، حاجه اسمها سيستيركوزس. هنا السنيوروزس يبقى هلاقي حاجه اسمها سنيوروس لارفا انفكشن، خلاص. الديزيز طبعا سنيوروزس طبعا موجود في الريفلكتوس كوزموبوليتان لانه موجود في الشيب ريزنج كانتري. الادلت بقى بتاعت الكيميا مالتي سيست، يعني السنيوروس لارفا دي اللارفا الستيج بتاعت ادلت، الادلت دي اسمها ايه، كيميا مالتي سيست. الكيميا مالتي سيست دي بقى شكلها ايه، المورفولوجي هي واحده طبعا من السيستود، خلاص، ما دام سيستود يبقى في عندي ايه، في عندي كوليكس وفي عندي ماتيور سيجمنت وماتيور سيجمنت وجرافيك سيجمنت. طولها حوالي 1 متر، خلاص، لها جلوبولار كوليكس، والجلوبولار كوليكس عليه دبل كراون اوف هوك، خلاص، سمول ولارج. الاكتينيا لايت زي ما احنا ما قلنا سيليكال ان شيب و30 ل 40 مايكرون، والاوتر سيليتد لاير دبل ثيك وول، والكونتنت اونكوسفير، وايه وكانت يلو سترام. يهمني بقى السنيوروس لارفا نفسها شكلها ايه، لان دي الدايجنوستيك لارفا اللي ممكن الاقيها في البرين بتاعت الهيومن. شكلها ايه، شكلها ترانسلوسنت فيزيكال كده، فيزيكال كبيره لغايه حوالي 2 سم اقصى حاجه، لها ثين وول وفي ديليكت جيرمينال ايه، جيرمينال لاير كده او جيرمينال ممبرين. الجيرمينال ممبرين ده عمال يولد حاجه اسمها ايه، بيطلع حاجه اسمها سكوليسيس. سكوليسيس دي اللي هي الهيدز بتاعه ايه، بتاعه الادلت الفيوتشر ادلت ايه، ادلت وورم، فهي عباره عن فيزيكال وموجود فيها بس شويه سكوليسيس كده موجوده زي ما احنا ما هنشوف في الصوره، شكل الايه، شكل اللارف ترانسلوسنت فيزيكال وفيها بس ايه، بس سكوليسيس، مفيش برود كبسول، مفيش ايه، مفيش دوتر سيست زي ما موجود في الهايدات سيست لو خدتوها في سنه اولى، خلاص.
هنيجي بقى لللايف سايكل بتاعه السيميروزس او السيميا مالتيفيس. الهابيتات اول حاجه هي بتعيش فين؟ في الانفكشن بتاعه الدوجز والوايلد كانايز. خلاص الديفينيتيف هوست ان هي اصلا موجوده فين؟ في الدوجز والوايلد كانايز. ايه بقى الانترميديت هوست بتاعها؟ الهيربيفورس انيمال يعني الشيب والرادن، وممكن المان في حاله السيميروزس زي ما احنا عارفين. الانفكتيف ستيج هتيجي هي الاكس. خلاص المود اوف انفكشن المان انفكتيف ان هو ياخد الايج بتاعه الايه بتاعه السيميا مالتي سيكس. الاكس قلنا ان هي سيميلر للايه سيميلر دي السيميا فوبيوم. خلاص طيب السيميرايسي او السيميرات لارفا دي خلص في السي ام اس وتعمل فيتال لاين ديستيجر في الشيب. دايما بتعمل ديستيج في الشيب كده، يعني الغنم لما بياخدوا السيميرات لارفا دي بيحصل لهم ديستيج اسمه جد جد جي اي جي او ايه او بلايند ديستيجر. يعني تلاقي ايه تلاقي الشيب نفسها بقت بلايند كده وعماله ايه وعماله تخبط دماغها في الحيطه، بقت بلايند ديستيجر ان شيب. طيب كلينيكال بيكتشر زي اي حاجه بتعتمد على السايت اللي موجوده وبتعتمد على الايه على السايت والسايت. خلاص لو هي افكت البرين هيبقى ايه هيبقى هيدك فوميتنج برضه. طبعا الدياجنوزيس باي سيرجيكال ريكفري اوف ذا لارفا، انا هدور على السنيوره لارفا. خلاص ثاني حاجه هنعمل سي اس اف اكزام. التريتمنت سيرجيكال ريموفال اس بوتل. هنيجي بقى الباراسايت الثالث بتاعنا اللي هو اونكو سيركا فولفلا. خلاص الديزيز بتعمل اونكو سيركيوزيس او حاجه اسمها ريفر بلايندنس. يعني ايه ريفر بلايندنس وايه قصه الريفر بلايندنس؟ لقوا الناس اللي قاعدين جنب الريفر الانهار لقوا معظمهم عندهم حاجه اسمها بلايندنس يعني عمى ان بوث ايز. خلاص قال لك نتيجه ايه؟ نتيجه ان الفيكتور اللي هو اسمه السيميوليوم بيحب دايما ايه بيحب دايما يقعد يعيش في الايه في الريفر، عشان كده سموها ريفر بلايندنس. او اونكو سيركوما لانها بتعمل سويلنج عامل زي التيومر كده فبيبان حاجه اسمها اونكو سيركوما. جيوغرافيكال ديستريبيوشن موجود في التروبيكال افريكا وسنترال امريكا. المورفولوجي بيتبع الفيلاريات فتلاقيها ثريد وورم لايك. الفيميل تلاقيها حوالي 50 سنتي، الميل حوالي 3 سنتي ما بيزيدش عن كده. المايكروفلاريا بقى المايكروفلاريا دي اللي هي الدياجنوستيك ستيج اللي موجوده هتبقى موجوده في البلاد بتاعه الانفكتد بيرسون. شكلها ايه؟ شكلها بتبقى طبعا راوندد انتيرور اند وتابرنج بوستير اند. هل لها شيث من بره ولا لا؟ ملهاش اي شيث من بره. خلاص ومليانه بريمننت من الايه من الاورجن اللي هي عباره عن نيوكلياي. طيب اللي يهمني بقى هل النيوكلياي ده موجوده لغايه التيب بتاعه المايكروفلاريا ولا لا؟ هنا التيل هنا فري فروم نيوكليا يبقى ان شيث يعني ملهاش شيث. خلاص ولها ايه والتيل بتاعها فري اوف نيوكليار. طب المايكروفلاريا هنا طبعا معلش المايكروفلاريا مش موجوده في البلاط موجوده في السكين سناب هنا. المايكروفلاريا بتاعت الفلاريا عامه موجوده في البلاط ما عدا بتاعت الانكو سيركا بولفلاس موجوده في السكين سناب او السكين سمير. دي الفلاريا الوحيده من الفلاريات المايكروفلاريا الوحيده من الفلاريات اللي مش موجوده في البلاط. امال موجوده فين؟ في السكين سناب او سمير. شكلها زي ما احنا ما شايفين في الصوره عباره عن ايه تابرنج ايه تابرنج بالسيرور اند او التيل بتاعها والتيل فري اوف نيوكلياي وان شيث والسايز بتاعها حوالي 308 مايكرون. بالنسبه لللايف سايكل اول حاجه طبعا لازم ناخد الهابيتات. الادلت دايما بتعيش في السب سينيور سيتي. خلاص وموجوده دايما في بتبقى محوطه بنفسها كده زي فايبرس تيومر زي ماس كده موجود والورمز جواه كايل. البيتنات الخاص موجود في الهيومن. الفيكتور حاجه اسمها سيميوليوم او بلاك فلاز. الانفكتيف ستيج هي الانفكتيف لارفا اللي موجوده في السيميوليوم ليزري بلانت. المودس انفكشن لما بيجي السيميوليوم فلاي دي بايت الهيومن وتبدا تحط فيه الانفكتيف لارفا او الايه او الانفكتيف ستيج. بالنسبة للباثولوجين دايما الباثولوجين بيوت المايكروفلاريا
يوصل ايه؟ يوصل مايكروفلاريا نورد، يوصل اضل المايكروفلاريا اللي هي الديد اور الداينج مايكروفلاريا. هتأفكت السكين، يحصل سكين مانيفستيشن از فورم اوف الارجي خلاص، وبيحصل كمان نتيجة الديد مايكروفلاريا دي بيبدا يحصل ديجريشن للانتيجين انتي بادي من كومبلكس. في حاجة برضه في السكين مانيفستيشن اسمها السودة، السودة دي كومن اوي في اليمن، سودة من اسمها، يبقى هي هايبر اكتيف انفلاماتوري افكت للسكن خلاص، يبقى هايبر بيجمنتيشن كمان للسكن. بتأفكت الاي طبعا، واهم حاجة عندنا اللي هي اسمها اصلا ليفر بلايندنس، يعني اكتر حاجة برضه بتأفكت ليها هي الاي. بتأفكت الاي ازاي؟ ان بيحصل فيه انفلاماتوري رياكشن اراوند الديد ايه الديد مايكروفلاريا، زي بيحصل ايه اسمها فليكس، عامل زي ايه ترسبات الايه ترسبات على الكورنيا كده نتيجة الانفلاميشن حوالين الديد مايكروفلاريا، فتبقى عاملة زي اسمها فليكس وبس وبس كده، او عدمات على الكورنيا. طبعا برضه بتأفكت اللينف نود، يبدا يحصل ايه يحصل نتيجه الاميون كومبلكس ديبيديشن، يبدا يحصل اوبستراكتيف لينف ريمايسس كمان، يعني ممكن يحصل زي ايه زي نون بيتنج ايديما كده موجوده في اللينف نود، يجنرايز ايه جنرايز لينف نود انلارجمنت. بيحصل برضه حاجه اسمها ايه حاجه اسمها اونكو سيركوما، هتبدا الاونكو سيركوما هنا كوست باي ايه باي الادلت مايكروسكوب الادلت وورم نفسها، الادلت وورم تبدا تجمع نفسها وتعمل زي تيومر لايك او سويلنج كده تفاصيل تسميه انكو سيركوما، تعمل لي نزول نزول تبقى فار، ولو انا خدت منها كات سيكشن تلاقيها ايه تلاقيها موجود جواها الايه جواها الادلت وورم، وتبدا يحصل زي اي نزول او اي سويلنج ممكن يحصل له كالسيشن، والكالسيشن يبدا فيه يقلب في فايبروسيس وكالسيشن. نيجي بقى للكلينيكال بيكتشر، اكتر حاجه او اكتر حاجه طبعا السكن مانيفستيشن واي مانيفستيشن. السكن مانيفستيشن اول حاجه يحصل زي ايه زي بروريتس نتيجه ايه نتيجه في ارتكاريا بتحصل او الاكتيف رياكشن للانفكشن خلاص. ممكن يحصل جنرالايز اونكوس فيول، يعني ايه النزول موجوده وفي السكن مانيفستيشن وفي ايه وفي نزول كتيره موجوده، يا اما بنقسمهم بقى لافريكان وفي بنقسمهم لامريكان. الافريكان الناس اللي هم قاعدين في افريقيا وكده، يبقى كتير في عندي افريكان فورست وافريكان سافانا. الافريكان فورست دي بيبقى كتير السكن مانيفستيشن وتلاقي فيه مايكروفلاريا خلاص ولو ريت اوف اي مانيفستيشن، يعني تلاقي اكتر في الافريكان ده كتير السكن مانيفستيشن واليوم رسمي كبير، لكن الاي بلاينس اقل شويه. في السافانا بقى العكس، تلاقي ايه تلاقي لسه كتير السكن اند فيور نزول، لكن الاي مانيفستيشن عالي. طب في الافريكان السكن مانيفستيشن السكن ليجنز مثلا نمره في الابر بار والهيد نزولز ار كومن والاي مانيفستيشن ار ان كومن. الكلينيكال مانيفستيشن دي بقى ممكن ان انا الخصها في ايه؟ اول حاجه في السكن تشينجز، السكن تشينجز تلاقي السكن هوت وايزنتس وبينفل، يا اما في كذا مصطلح كده لازم نعرفه الانكو سبتيتيز، حاجه اسمها مال مرادو، مال مرادو دي في سنترال امريكا تلاقي في اكيوت مانيفستيشن وسيرفل السكن كرالي، ده بسميه مال مرادو، يا اما ان بيحصل لوك للسكن الاستيتيز ويحصل سكن بسميها ليوناين كيس، عامل زي الايه زي الوجه بتاع الايه بتاع الاسف كده اللي هو راندوم بيزيك السكن، يا اما يحصل كالسيفيكيشن لايكينيفيكيشن. يعني ايه لايكينيفيكيشن؟ يعني من كثر الايتشنج او البروريتس اللي بتحصل يبدا يحصل ايه يحصل سكيلنج للسكن، يبقى السكن سكيلد كده وكده اسميها ليزر سكن. يعني ايه ليزر سكن؟ اللي هو الجلد بتاع الايه بتاع السحلية خلاص، يبقى كده كده وعليه زي سكيل. في الافريقيا تلاقي السكن كانت بتحصل في الجراين واللينف نود اللارجمنت، لينف نود بيحصل لها ان في الجراين بتصير لينف نود يحصل لها اللارجمنت ويبدا يحصل هانجنج جراين. في افريقيا ممكن يحصل ايه يحصل في بيجمنتيشن لبعض السكان عامله زي ايه زي الجلد النمر او الفهد، تلاقي في دي بيجمنتيشن يعني حته بيضة كده من السكان. سودة اتفقنا ان السودة دي كمان في اليمن، تلاقي السكن من سودة من اسمها يبقى في دارك بيجمنتيشن خلاص للسكن.
يا اما اونكوسركوما ان انا بلاقي مالتيبل نيوديز وكده سويلنج موجوده، والسويلنج دي بتبقى دالت ونيومرس وممكن ايه وممكن يعني تاخد ايه لو انا عملت كاستكشن فيها الاقي الايه الاقي الادلت مالتيبل. بعد السكيمايزيشن ممكن الاقي الاتيال مانيفستيشن، ده الموست سيريس كلينيكال مانيفستيشن موجود، بيحصل بايلاترال بلايندنس. في انديميك افريكا من حوالي من 80% عندهم بلايندنس يا جماعه. طبعا بيبقى في البلايندنس قلنا نتيجه سمول ليكس اوباستيس، بتحصل نتيجه حوالين الديز مايكروفلاريا، تبدا تعمل اوباستيس 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 في الكورنيا لغايه اما العيان ما يبقاش عنده الكورنيا فيها اي جزء كبير ويبدا يحصل كومبليت بلايندنس. بعد كده في طبعا لينف انلارجمنت، بيبقى نون بينفول انلارجمنت للايه لللينف سمول. خلاص بعد كده هاو تو دايجنوز، طبعا اعلى حاجه كلينيكال مانيفستيشن وجودهم في الاندميك اريا، طبعا بالسليك لاند اكسبلانيشن عشان اشوف السمول ليس اوباستيك. لو انا عندي مثلا فقط في الناس مديول ابدا اعمل لها سيرجري واصلحها واخد ايه واخد الاقي في ايه الاقي في اللي هو المايكروفلاريا اضل في السويلنج، او لو انا خدت سمير من الايه سمير كده او سمير من السكن كده الاقي في المايكروفلاريا موجوده ايه موجوده في الفقط في النفسيه. خلاص طبعا المادتي تست طبعا يعني المفروض ان انا بدي 50 ملي جرام من الدي اي سي اورالي عشان اشوف لو مثلا حصل شويه اتشنج وجورايتس في الايدين يبقى ده فعلا العيان ده عنده اونكوسيركيوزس، بس لها ليميت المادتي تست لو ليميت، ما ينفعش ان انا استخدمه في جنرايز اونكوسيركيوما او ان السيفير اونكوسيركيوزس، لانها ممكن تديني ايه تديني كومبليت بلايند مثل الاي وتعمل كبير انتهاك في اسهم، فهو له ليميت. خلاص هاو تو تريت التريتمنت، اول حاجه تقصد الدي اي سي اللي هو الضي اثار كربوناتي. خلاص ثاني حاجه ممكن الايفرميكتين في الفورامين في سيرجيكال ريموفال للانكو سيركوما اللي موجوده في الفصل الثاني.